بناء الغبايل، الباب مفتوح، والان لنا عوده والكلمه للزميل سعد بن مثلع العتيب. شكرا للزميل سالم بن سعيد بن حضيره. مشاهدينا الكرام، تتواصل الانطلاقات وانطلاقه اخرى وتحدي اخر. مشاهدينا الكرام، يجمع الشوط الخامس بهذا المنافسة وبهذه التحديات، والشوط الخامس خاص بالجداع الكيارو وسيارة تويوتا كروزر بيكاب في انتظار الفائز بالمركز الأول، إلى جانب الجوائز النقدية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. الزميل حمد بن ضبيب الشامسي متابعينا الكرام هو من سيرافقكم، أو حمد بن محمد الزعبي هو من سيتابعكم بالتعليق على منافسات وتحديات هذا الانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا اليوم، اليوم الذي نشهد وإياكم منافسات وتحديات سن الجذاع المخصص لأشواطنا المفتوحة ولفترتنا الصباحية التي تجمعنا بكم وبشعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ هنا في أرضية ميدان الشحانية وفي هذا المهرجان الختامي. على كل حال مشاهدينا الكرام، المسار يسير ونحن نسير، وكذلك نحن ننتظر ونعلق بإذنه تعالى على الخمسة المراكز المتقدمة التي يسمح لها بالإذاعة والنداء. بداية نفتتح الإذاعة بمن تحتل المركز الأول. الدكتورة هي من تتطبب بمجريات هذا الشوط، الدكتورة هي من تسيطر على مجريات أمور هذا الشوط، تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. ممتازة تحتل المركز الثاني، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير في التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع. كما نشاهد مشاهدينا الكرام، نشاهد سراج عندما انتزع ناموس الشوط الماضي، وها هو تشاهدونه يطلى بمادة الزعفران كما تشاهدونه من يسار الشاشة ومن يمينها الشوط المذكور الذي نعلق عليه. على كل حال نشوف المركز الثالث، تغيرات هنا في المركز الثالث مشاهدينا الكرام. الشاهينية لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع عملية تضمير سعيد بن شطيط الوهيبي. ننتقل مباشرة صوتا وصورة إلى المركز الرابع اللي تحتل المركز الرابع. المسك مشاهدينا الكرام تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يبدو لي عملية التضمير عند أحمد بن سلطان بن رشيد. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، صاحبة المركز الخامس الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. مشاهدين الكرام، أتممنا معكم النداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة ولشوطنا الخامس. مشاهدين الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. الدكتورة الدكتورة مشاهدينا الكرام ومسري بن سالم بالعرطي الحميري يتطبب في مقدمة هذا الشوط، بينما تنخطف الأضواء، تنخطف الأضواء من الدكتورة ومن شعار كذلك بقيادة شعار هجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال تقدم الشاهينية سعيد
بن شطيط الوهيبي في التضمير. يا سلام الشاطر هنا مشاهدينا الكرام، شاطر بذكائه، شاطر كذلك بتعليماته الكافئه. ننتقل مباشره الى المركز الثاني اللي تصلنا فيه المسك، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد في التضمير، بينما اتت هجن العاصفه، هجن العاصفه وشعارها هنا في المركز الثالث. لفت مشاهدينا الكرام تلفت الأنظار، لم نذيعها في ندائنا الأول، وها هي تتقدم وتصلنا إلى ثالث المراكز. لفتة وتلفت أنظارنا كذلك لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير في التضمير. المرعب هنا في المركز الرابع هنا مشاهدينا الكرام، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني في المركز الرابع مع الزبارة، الزبارة وعملية التضمير عند ناصر بن مسفر الشهواني، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس اللي تحتل المركز الخامس الظبي، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. في التضمير اللي ما يضمر عدل يا جماعة، يا سلام. إذا مشاهدين الكرام الختامي، الختامي الذي أقوى الختاميات، الختامي مشاهدين الكرام، هذا الختامي لا يأتيه إلا الجاهز المستعد تماما تماما. مشاهدين الكرام المقدمة وكيلو وين على النهاية، 2 كيلو على الناموس. الصدارة مع هجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة والشاهينية سعيد بن شطيط الهيبي الشاطر، بينما هنا في المركز الثاني وصلت المسك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، وهنا هجن العاصفة في المركز الثالث اللي هي لفتة لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، أرى التحركات، أرى القدوم من ممتازة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في التضمير. يا سلام يا سلام، هنا في المركز الثالث، المركز الثالث تتراجع فيه لفتة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع تصلنا مشاهدينا الكرام المسك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما هنا في المركز الخامس اللي تتسلل مشاهدينا الأفاضل زاهية تتسلل وتزهى في هذا المركز، تعود ملكيتها لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير في التضمير. يا سلام يا سلام يا سلام، مشاهدين الكقف عند هذا الحد، إنما هنا أسماء قادمة لا محالة، ولكن ستسمعونها بإذنه تعالى في الكيلو المتر الأخير وفي الوقت المميز. يا سلام، نشارف مشاهدين الكرام، نشارف على الكيلو، نشارف على النهاية، نشارف على الكيلو الأخير بقيادة الشاهينية وهجن الرئاسة. مشاهدين الكرام تقود المسار، بينما هنا هجن العاصفة، هجن العاصفة وهجن الرئاسة، الرئاسة والعاصفة، العاصفة والرئاسة. يا سلام، بن غدير وابن شطيط، ابن شطيط وابن غدير، بينما وصلت مشاهدين الكرام الوجبة، الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فران الذهبي. مشاهدين الكرام سالم بن فران المري، يا سلام، الوجبة والشاهينية سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وكذلك هجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. يا سلام، بن فران ولا بن شطيط، ابن شطيط ولا بن فران. السلامات وين مشاهدينا الكرام؟ يا سلام يا الذهبي، يا سلام الذهبي مشاهدينا الكرام، يطمح للذهب ويطمح لناموس الذهب. يا سلام يا سلام، النقطة الثانية إذا واصل على هذه العروض، النقطة الثانية مشاهدين الكرام إذا واصل بن فاران وشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا سلام، الوجبة مشاهدين الكرام، تحياتنا وسلاماتنا نبعثها إلى الوجبة وإلى حيث ما يسكن سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ولسالم بن فاران المري الذهبي على هذا الإنجاز. والنقطة الثانية كما شاهدنا الذيبة في الشوط الأول الرئيسي المركز الثاني، وصلت فيه الشاهينية المملوكة
لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الثالث، المركز الثالث والرابع المملوكة لهجن العاصفة. المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم. إذا مشاهدينا الكرام، شاهدنا وإياكم منافسات وتحديات هذا الشوط الخامس الذي كانت القيادة بشعار هجن الرئاسة، بينما أتى شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الوجبة. الوجبة مشاهدينا الكرام هي من أهدت هذا الناموس إلى سعادته الكريمة. 9:22 19 جزء من الثانية. التهنئة نوصلها للوجبة ولمالك الوجبة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، كما نزف كذلك لسالم بن فاران المري. المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصلت فيه الشاهينية 9:24 19 جزء من الثانية. التهنئة نزف كذلك لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة والسعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه هجن العاصفة اللي هي زاهية مشاهدين الكرام 9:27 9 أجزاء من الثانية. التهنئة نزفها لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، كما نزفها لحمد بن راشد بن غدير. إذا مشاهدين الكرام أيها الإخوة، لحظات بإذنه تعالى ومن ثم سأستمر مع حضراتكم للتعليق على مجريات الشوط السادس.